خبراتكم ليه؟ واحنا بنشوف حاجات كتيرة عظيمة في بلدنا، نشوف بنات الأهرام ونشوف تاريخنا ونروح معاكم لحواديت الفراعنة. والنهاردة معانا من أسرة الملك رمسيس جلالة الملك رمسيس السادس. تولى الحكم بعد ابن أخيه رمسيس الخامس الذي لم ينجب أولاده، وكان عليه أن يجعل من فترة حكمه فترة عظيمة كسابقيه من الرمسيسيين رغم قصر المدة وقلة الإمكانيات. فقام بتخفيض عدد العاملين في دير المدينة، واستغل مقبرة رمسيس الخامس كمقبرة له. كان نسب رمسيس السادس محل نقاش، ولكن من المؤكد أنه الابن الوحيد لرمسيس الثالث والملكة إيزيس. تمكن رمسيس السادس من إتمام الأشغال التي بدأها من سبقه من الملوك في المعبد الجنائزي غرب غرنة، حيث قام بكتابة اسمه ببعض المعالم عوضا عن رمسيس الرابع ورمسيس الخامس. نصب ابنته من الملكة نيبوكوسهوبد إيزيس كابنة الملكة وزوجة الإله آمون، إلى جانب كبير الكهنة رمسيس ناكت الذي تقمص هذه المهمة منذ عهد رمسيس الرابع إلى عهد رمسيس التاسع. توفي الملك رمسيس السادس بعد فترة حكم دامت 8 سنوات، ليخلفه بعدها رمسيس السابع، ودفن في المقبرة كيفيناين لتنهب بعد نهاية حكم الأسرة العشرون، حتى نقلت مومياؤه إلى مخبأ أمونفيس الثاني.